بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ولا صحبه من ولا. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. رقم الموبايل 0-17-52-2-72-96. إيميل السلسلة firstyear_f988@yahoo.com. إهداء إلى جدتي رحمها الله، إلى كل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم، يحشر المرء مع من أحب. طبعا استكمال باقي حلقات السلسلة وتحميل كل جديد من حلقات السلسلة، الدخول يرجى الدخول إلى مدونة السلسلة الرسمية، مدونة الرسمية لسلسلة سنة أولى كمبيوتر www.sanaula2010.blogspot.com. الاسهل طبعا انك لو كتبت على جوجل مدونه سنه اولى كمبيوتر، لو على جوجل كتبت مدونه سنه اولى كمبيوتر هتطلع مدونه سنه اولى كمبيوتر اول نتيجه عندك، فهتقوم تدخل عليها وتكمل باقي حلقات السلسله وتتابعنا من خلال المدونه. طبعا لو في اي استفسار او سؤال يرجى الاتصال على رقم التليفون المذكور او المراسله عن طريق الايميل او الاضافه على الماسنجر، اي حاجه من هذا القبيل. كذلك لو في صوره، اي صوره من صور التعاون اللي انت ممكن تحتاج مع سنه اولى كمبيوتر، حد عاوز يوزعها، حد عاوز يستاذن في انه يعمل حاجه معينه، حد عاوز يرفعها على النت، اي حاجه من هذا القبيل ما عندناش اي مانع، وتتصل او تكلمني على الماسنجر ونتفق على التفاصيل اللي زي ديت. كذلك الناس اصحاب المنتديات الجديدة والناس أصحاب المواقع الجديدة لو عايزين يتعاونوا أهلا وسهلا. النهاردة الحلقة 64، النهاردة الجمعة 5 مارس 2010 19 ربيع أول 1431 هجري. حلقة 64 النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، أو هنخش حاجة مهمة قوي. طبعا الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عننا، مع كلام كتير اتكلمناه عن اوفيس 2003. النهارده ان شاء الله هنخش في مهارات اساسيه في اوفيس 2007. اوفيس 2007 من البرامج المهمه جدا، لازم تكون موجوده على اي جهاز. طبعا بديل اوفيس 2003. في سؤال بيطرح نفسه اول ما تقول كلمه اوفيس 2007، هو انا مش كفايه عليا اوفيس 2003؟ يعني اوفيس 2003 مش يقضي احتياجاتي، مش يوفيها؟ الرد على هذا السؤال غالبا اوفيس 2003 هيوفر وهيقضي يعني هيشبع احتياجاتك، الاحتياجات العاديه كلنا اللي احنا بنحتاجها، ان احنا نعمل مثلا مقاله او بحث صغير ونعمل له تنسيق بسيط. اوفيس 2007 اوفيس 2003 يكون وافي جدا. كل اللي في اوفيس 2003 في اوفيس 2007 مع وجود زيادات. طبعا في فيتشرز جديده اضافت، في تأثيرات كتيرة قوي، في جماليات، في درجات ألوان بقت متاحة بسهولة أكتر، في حاجات كتير قوي في أوفيس 2007. أهم ميزة في أوفيس 2007 إنه أسهل من أوفيس 2003، وإن عدد الضغطات اللي أنت بتعملها عشان توصل لإنك تعمل أي حاجة بقى أقل، كويس، وإن التأثيرات على أي حاجة بقت متاحة، التعامل بشكل عام بقى أسهل على أوفيس 2007. لكن طبعا الناس اللي هي شايفه ان اوفيس 2003 بالنسبه لها كويس اهلا وسهلا، بس طبعا لازم نجاري العصر. دلوقتي اوفيس 2007 طلع دلوقتي وانا بتكلم اوفيس 2010 بقى له فتره كمان، بس يعني النسخه اللي وصلتني منه فيها مشاكل، فطبعا مش هينفع الشرح. كذلك اوفيس 2007 اللي عندي ده في ميزه ان هو بالعربي، فاحنا شرحنا اوفيس 2003 بالانجليزي، يبقى نشرح اوفيس 2007 مثلا بالعربي او حاجه زي كده، وممكن يبقى نطلع على اوفيس 2007 اللي بالانجليزي او اوفيس 2010 اللي بالانجليزي اذا كنا محتاجين نشير الى بعض الحاجات اللي موجوده بالانجليزي، يعني ايه كنوع من انواع التواصل ما بين الانجليزي والعربي، يعني بحيث لو قعدت في اي مكان هتلاقي الاوفيس 2007 بالانجليزي او بالعربي. لو فتحنا طبعا نروح من هنا نجيب مايكروسوفت اوفيس. انا طبعا مسطب 2003 و 2007 الاثنين ينفعوا يسطبوا جنب بعض على نفس الجهاز، يعني سطب ده وتسطب ده. طبعا هو ممكن يخيرك يقول لك انت عايز، وانا بسطب 2007 اقول لك وانت عايز 2003 ولا ما انتش عاوزه، تختار انت. بس في مشكله بقى بتحصل، كل ما بتيجي تفتح فايل من الفايلات بتلاقي ان اوفيس 2007
وفي 2003 متضاربين مع بعض. يعني مش متضاربين، مش يعني بيتخانقوا، لكن هما الاثنين عايزين يفتحوا الملف، او هما الاثنين متظبطين على ان هما البرامج اللي بتفتح الملف كويس. فتيجي تفتح الملفات تلاقيها ماشيه حبه مع 2007 وماشيه حبه مع 2003، فدي مشكله عاديه يعني، انت هتعود عليها وتتاقلم عليها وتلاقيها حاجه عاديه جدا مفيش فيها مشكله. المهم لما تيجي تفتح برنامج هتفتحه ب 2007 مثلا وخلاص، لان 2007 بيفتح 2003، انما 2003 ما بيفتحش 2007. ليه؟ لان هما زودوا في امتداد الفايلات كلمه اكس. يعني مثلا احنا عارفين ان وورد الامتداد بتاعه دوك، الامتداد الاساسي بتاعه دوك دوت دي او سي، هم عملوا دوكس، عملوا ايه؟ دي او سي اكس، تمام؟ فده امتداد جديد في 2007، 2007 يعرفه لكن 2003 ما يعرفوش، تمام؟ دايما كده في الكمبيوتر الحاجه الجديده 2007 يقرا القديم، لكن القديم ما يعرفش يقرا الجديد. فانت ممكن تلاقي دماغك وتشغل 2007 على طول، بس هو ممكن يكون على بعض الاجهزه القديمه تقيل شويه. مايكروسوفت وورد 2007. النهارده مهارات اساسيه في الاوفيس ككل، بس طبعا احنا عارفين ان احنا برنامج الوورد هو الحاجه الاساسيه اللي احنا بننطلق من خلال، يعني هو كانه الهوم بيج بتاعتنا اللي بننطلق من خلالها لباقي تعاملاتنا مع الاوفيس. فاحنا بننطلق من الاوفيس 2000 من الوورد سواء 2003 او 2007، ونتوسع شويه في الوورد كويس. بعد كده بقى نشوف بقى الحاجات اللي هي احنا محتاجين نعرفها في الاكسل مثلا، او في الباوربوينت، اي برنامج من البرامج دي. مع ملاحظه طبعا ان البرامج دي بتبقى برامج كبيره جدا، وبرامج فيها يعني كتاب بتاع البرنامج ده ممكن تلاقي كتاب المرجعي بتاع البرنامج اللي الشركه مطلعاه، او اللي معمول على الانترنت، او اللي حد بيدي دوره فيه، او الشهادات الدوليه اللي موجوده فيه، تلاقي كتاب بتاعها مثلا 1500 صفحه، 1000 صفحه. فالبرنامج كبير جدا وفيه اوبشنز كتير جدا، فلا تتصور ان احنا بناخد حاجه من البرنامج، بس احنا كل الموضوع بناخد اللي يفيدنا. يعني انا ما اقدرش اعلمك كل حاجه، بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول لك ايه انك ما تبقاش متعلم الحاجه دي. زي اللغه كده، انت بتتعلم في الكمبيوتر انت بتتعلم اللي يخليك تقدر تتواصل مع الناس. انما مثلا هل انت وانت بتتعلم اللغه الانجليزيه بتعرف تتكلم انجليزي مع اي حد؟ تعرف تقرا الادب الانجليزي القديم؟ يعني انت لو اتعلمت انجليزي دلوقتي هل تعرف مثلا تقرا الروايات بتاعت شكسبير؟ طبعا لا. ليه؟ لان اللغه اللي مكتوبه بيها غير اللغه الانجليزيه اللي احنا بنتكلم دلوقتي بيها نهائي. تمام؟ انت اصلا لو متعلم انجليزي امريكاني وجيت تقرا في الانجليزي اللي هو البريطاني هتلاقي فيه اختلافات، وهتلاقي البريطاني اتقل شويه ويتعبك اكتر، انما الامريكاني هتلاقيه اسلس كويس في التعامل يعني. المهم فانت وانت بتتعلم اي حاجه لازم ان انت تراعي هو انا عايز اتعلمها لحد فين؟ ما هو انا ما ينفعش اقول ان انا عايز اتعلمها لحد ما ابقى كل حاجه عايز اتعلمها، كل البرامج دي عايز اتعلمها لحد ما ابقى بروفيشنال فيها. لا، انت تبقى بروفيشنال ومحترف كويس قوي لو دي شغلتك، لو دي شغلتك. انما ما دمت دي مش شغلتك الاساسيه او مش هوايتك، يا اما شغلتك اللي هي رزقك يعني، يا اما تكون هوايتك المفضله. واحد هوايته ان هو يتعلم وورد واكسل واوفيس وحاجات زي، انما واحد عايز يتعلم عشان يمشي اموره، لا، ده اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الشغل بتاعنا الاساسي. نخش بقى في البرنامج بعد المقدمه الطويله دي، اسف عليها. الحلقه طبعا بعنوان مهارات اساسيه في اوفيس 2007، مهارات اساسيه في اوفيس 2007. نقدر نتكلم عن الحاجات البسيطه جدا اللي احنا بنعملها في 2003 هنعملها في 2007. نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بنكتب عادي جدا طبعا ما فيش اي فرق. نتعرف بقى على الموضوع اللي قدامنا ده، هتلاقي اخترع لك اختراع كده من الاختراعات اللطيفه، قال لك ان احنا نظام القوائم ده بقى نظام قديم، وهنعمل نظام تاني، نظام تاني اسمه نظام التابس، اللي هي الحاجات اللي فوق دي اسمها تاب، اللي هي لما اضغط على الكلمه يفتح لي تحتها شويه حاجات كده. طبعا دي كانت موجوده في 2003، بس كانت موجوده في خلال ويندوز، يعني في قلب الويندو تلاقي في قلب النافذه تلاقي كذا تاب. هم عملوا بقى البرنامج نفسه كتاب، فعملوا تاب اسمه صفحه رئيسيه، تاب اسمه ادراج، تاب اسمه تخطيط الصفحه، تاب اسمه مراجع، تاب اسمه مراسلات، مراجعه، عرض. النيترو بي دي اف ده برنامج تاني، ده برنامج بيحول حاجات الوورد البي دي اف، وبيحول البي دي اف الوورد، وبيعمل شويه تحويلات كده. لما بيتسطب بيعمل لنفسه، بيولد لنفسه تاب جديد على الاوفيس 2007. ده من البرامج المشهوره اللي ممكن انت لو كنت محتاج تكتب كتاب بتكتبه وورد وبعدين بتحوله بي دي اف عن طريق البتاع ده. نرجع بقى للتاب بتاع الصفحه الرئيسيه. هنلاقي الصفحه الرئيسيه، وهنلاقي هنا عمل لك زرار اسمه زرار اوفيس، زر اوفيس اهو،
وعمل لك بقى شوية رموز فوق اهي، لو عايز تضيف لهم اي حاجة بتضغط هنا وتخصص الحاجة اللي انت عايزها، عايز طباعة سريعة، عايز معاينة للطباعة، اي حاجة من الحاجات اللي بنتعلم عليها الصح دي الظاهرة اللي هما التلاتة دول. طب انا عايز اعمل اداة جديدة اسمها جديد، اهي اضافت على طول هنا. طيب انا عايز اعمل اداة جديدة اسمها فتح، اضافت على طول هنا. اعمل كام اداة من دولت، الحاجات الاساسية اللي انا محتاجها، وما حاطط لك شوية حاجات اساسية تمام. اوامر اضافية اهو، تفتح الاوامر الاضافية يقوم جايب لك قائمة بالاوامر اللي انت ممكن تحطها. تلاقي طبعا اوامر كتير جدا ممكن انت تضيفها من الحاجات ديت، الحاجات الاساسية اللي انت بتحتاجها على طول، بحيث يبقى المكان ده مميز بالنسبة لك. خلاص اسف. نرجع بقى لموضوع، نبص في 2007 نلاقي الموضوع سهل خالص. انا لكل اللي عايزين يعرفوا 2007 ايه، ان احنا لما نعلم على حاجة كده 2007 لوحده بيطلع لنا قائمة، او لو ضغطنا كليك يمين بتطلع اهي قائمة فيها كل الحاجات اللي انت ممكن الشائعة اللي انت ممكن تأثر بيها على النص اللي قدام. طبعا انا كاتب لم يبدو ان فيها مشكلة في الكيبورد. طبعا ده اسهل من 2003، ده اسهل من 2003. ليه بقى؟ 2007 طول ما انت ماشي الراجل بقى متفاعل معاك. يعني انا بص اول ما هاجي اقف اعمل كده واعمل نفسي اكبر خط، انا لسه ما ضغطتش. او شوف اول ما اجي لسه من غير ما اضغط من غير ما اختار، هو بيوريني معاينه على طول للحاجه اللي انا هعملها هيبقى تاثيرها ايه. شوف انا قاعد اكبر واصغر لحد ما الاقي الخط المناسب بعيني او مضغط عليه كويس تمام. خلي مثلا 36 ده، دي حاجه لو ضغطت بقى وعلمت. طبعا اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا، يعني ده الحاجات لو وقفت عليها كده وتاكدت كليك يمين الحاجات دي هتطلع. اللي موجود هنا هو نفس الحاجات الموجوده هنا اللي هي المؤثرات بتاعه الخط كويس. فاللي هنقوله هنا هو اللي موجود هنا، يعني هنشرحها من اي حته فيهم. اول حاجه طبعا بتلاقي نوع الخط، هيفتح لك قائمه طويله فيها خطوط كتير جدا، بتختار مثلا خط ده، اخترت نوع الخط. تاني حاجه حجم الخط، تختار الحجم المناسب بالنسبه لك. تالت حاجة طبعا لو عايز تكبر وتصغر الخط برضو ايه من الأداة ديت بتكبر وتصغر الخط كويس. بعد كده بقى البتاع اللي هو الستايل بتاع الخط، انت ممكن تختار اي ستايل من الستايلات الجاهزة ديت كويس. تلاقي بقى له وضعية معينة بيعرض لك اهو عنوان كتاب مش عارف ايه حاجات ايه جاهزة قدامك ممكن تختار منها. ماشي نرجع نكبره شوية تاني عشان نبقى شايفين ونسوده. طبعا طبعا انت عارف الموضوع ده، انت كليك يمين نفس البتاع اللي موجود في 2007 نفس البتاع اللي موجود في 2003. لو ضغطنا هنا طبعا خط لونه محمر شويه، اقول له تلقائي، تلقائي ده يعني اسود. وبعدين اكبر الخط سنه، قلنا من هنا هتجيب الصاله ديت. طبعا دي الفرشه اللي تنسخ التنسيق لما بعمل تنسيق لحاجه معينه، مثلا لعنوان الصفحه، وبعد كده عندي عناوين صفحه كتير، فانا بعمل عنوان واحد وبعدين بنسخ التنسيق منه، هنشوفه حالا واحنا شغالين على البرنامج بتوسع اكتر. بعد كده طبعا ده الماين، ده يجي في وسط الصفحه، ده تعمل له تظليل معين بالتظليل انت عايزه بلا لون، او تختار الدرجه ديت. ماشي ده تغير لون الكتابه، هتلاقي طبعا جايب لك قايمه بالالوان والبتاع، انت ممكن تغيره طبعا. انا ممكن الالوان القياسيه تقوم مختار هنا اللون. ها البتاع ديت عشان في بداية تحركه يمين او شمال، اذا كان في بداية الباراجراف، يعني اذا كان هو بداية الكلام السطر الاول في الكلام تحركه يمين او شمال. تلقائي رجعناه زي ما هو. هنا بقى مكتبة الرموز، لو انت عايز كاتب شوية كلام تحت بعضه شوية نقط وعايز تحط قدام كل نقطة من النقط رمز، فممكن تحط علامة صح مثلا، فتيجي ان النقطة ديت محطوط قدامها علامة صح كده خلاص. طبعا ممكن تقوله بلا يعني من غير رموز.
خلاص، يبقى دي اشهر الحاجات اللي موجوده. طبعا لو بصينا فوق وعلمنا بقى هنلاقي الحاجات العاديه بتاعتنا، قص اللي هو كات، نسخ اللي هو بيست، نسخ تنسيق اللي هي الفرشه اللي احنا متعودين عليها عشان ننسخ التنسيق، ننسخ الالوان والشكل. كذلك ممكن نلاقي هنا لصق ولصق خاص. لصق ده اللصق العادي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه غالبا، لصق خاص لو ضغطنا عليه يقول لك بقى وانت عايز تنسخ ايه خاص. فده طبعا بيختلف من حاجه لحاجه، اذا كنت عايز تدرج حاجه معينه من الحافظه زي ما هو كاتب لك ديت اللي هي الكليب بورد، او عايز كائن معين او لصق ارتباط مثلا اللي هو هايبر لينك او حاجه زي كده. خلاص، فدي بتختلف حسب الايه الحاجه اللي انت بتعملها. بعد كده لو بصينا هنا هنلاقي ايه، يتوسط خط. يبقى انا اعمل على الكلمه ايه، اعمل على كلمه خط عشان اميزها. ده طبعا اي اداه ميزتها ان انا دلوقتي مثلا انا مش عارف الاداه بتعمل ايه، الاداه دي بتعمل ايه، لو وقفت عليها هو بيقول لي، فهو بيقول لك مثلا منخفض اللي هي بيساوي حاجه زائد كنترول زد اللي هو انشاء احرف صغيره اسفل الخط الاساسي للنص. يعني انا عايز اكتب ايه، محمد مثلا، محمد ايه ميم، وبعدين انشاء حرف صغيره، اقوم قايل له الحرف الصغير ده اهو ميم واحد، وحرف كبير اللي هو اتنين. خلاص يعني، طب طبعا انا كده عملتهم غلط، المفروض اتنين اتنين الاول وبعدين انزل واحد اهي كويس، وممكن اجي من هنا كمان واعمل من براها اعمل ده كده اهو مثلا. مش مشكلة. المهم، فانا قصدي ان الحرف الصغير اللي هي ميم واحد مثلا، وميم اتنين وميم تلاته وميم اربعه، فانا بكتب ميم وجنبها واحد صغير من تحت، فالواحد الصغير ده هو بيكتبه لياو، تمام، اللي هو زي ما هما بيكتبوا في الانجليزي اكس، يمكن تبان في الانجليزي اكتر اكس مثلا، واضغط عليها واقول له واحد، يبقى دي اكس واحد مثلا زائد اكس، اشيلها، اشيل العلامه، وبعدين اكتب اكس بقى عشان اكتب الاكس طبيعي ماشي، وبعدين احط العلامه 2 يساوي كذا، تمام. طبعا انا ممكن اعمل سين واحد وسين اتنين وسين تلاته، تمام. العلامه التانيه دي بقى علامه التربيع اللي هي ايه، الناس اللي بتشتغل في الرياضه والهندسه والحاجات اللي زي ديت ممكن يحتاجوا يكتبوا معادلات في الحاجات بتاعتهم، فايه اداه زي ديت ممكن تكون مساعده ليه. اكس تربيع زائد اكس مثلا بيساوي صفر مثلا، خلاص اي حاجه، مع اني مش عارف اكس تربيع زائد اكس يساوي صفر ازاي. المهم، حاله الجمله، الاحرف الصغيره، الاحرف الكبيره، حرف في بدايه كل كلمه، حرف استهلالي في بدايه الكلمه، الحاجات ديت ممكن تكون مفيده شويه في الانجليزي برضه، اللي هي ايه، ممكن انا اعمل حرف كبير في قلب، دي حكايه مشهوره قوي في الكتابه الانجليزي، انك تعمل مثلا تكتب ابراهيم مثلا، بكتب انا ابراهيم كده غير كل الناس، ابراهيم مثلا، وتقول له حرف كبير في بداية الكلمة، بيكبر حرفه معايا ان هو الحرف الاول يخليه ظاهر، تمام. حتى ممكن يكبره اكتر من كده، بيخليه كبير قوي، يعني مثلا يخلي التي قد 3 4 اسطر، وده تأثير موجود في 2003 و2007. فالحكاية دي مشهورة شوية عندهم، من الحرف الاولاني ده يميزه، انما عندنا في العربي ايه مش مشهور قوي. المهم، طبعا ده عشان نعمل خلفية للكلام، عايزين نشيل الخلفية، بنشيل من هنا ونقول له بلا لون، ماشي. بعد كده طبعا الكلام ده عايز تجيبه تحذيه يمين او في الوسط او شمال، او تخلي كل السطور ماشيه مع بعضها. هنا طبعا بقت الحكايه دي فيها اوبشنز اهي، كشده متوسطه، كشده كبيره، كمش عارف ايه، اهي التاثيرات اهي موجوده اهي قدامك.
ايه مش كشاد ده كشيدة. المهم يعني اللي هو تأثير ان انا اكتب كلمة مثلا وبعدين بقى في اول سطرين كلمتين في اول سطرين وبعدين السطور الباقية كاملة، او لحد نص السطرين الاولانيين هنا لحد تلات ارباع السطرين الاولانيين هنا كل السطور زي بعض. خلاص يبقى كل التأثيرات دي بقت ايه متاحة بالنسبة لك. طبعا واحد بيقول لك ايه، الواحد يقول ايه دي تأثيرات في كلها حاجات يعني غريبة، يعني هما مهتمين بالحاجات دي ليه؟ في الكتب وفي الطباعة في الحاجات دي بيبقى في اخراج، فالاخراج ممكن يكون محتاج ان هو يعمل التأثير ده انه بيديله جماليات معينة، فاحنا نراعي برضو الناس ممكن تكون محتاجة حاجة زي كده، مش شرط ان انت تحتاجها انت كإنسان عادي بتستخدم البرنامج استخدام عادي. كده بصينا بصة على البرنامج، بس فاضل حاجة معينة ان بسيط قوي، وهي ان انا لو جيت من ادراج مثلا وعملت ادراج صورة. طبعا هنشيل بسم الله الرحمن الرحيم. ادراك صورة، ربنا يهدي اخويا. لو جينا من ال من ادراك الصورة دي وجبنا نفس الصورة دي وقلنا ادراك، هتلاقي ظهرت ادوات الصورة حاجة جديدة خالص ظهرت كتأثير للموضوع ده. تلاقي بقى ظهر ايه تأثيرات كتير قوي ممكن اعمل للصورة. شوف الصورة ممكن اخليها ازاي، شوف لاحظ التغييرات. كويس، في تأثير كمان اللي هو تأثيرات الصورة ممكن اخلي الصورة ايه، شوف اي تأثير تتخيله على الصورة ممكن هو يعمله لك. علم على الصورة وكل التأثيرات دي متاحة بالنسبة لك. خلاص كمان ممكن تلعب في السطوع بتاعها، كمان ممكن تضغطها، كمان ممكن تلعب في التباين بتاعها، ممكن تعملها إعادة تلوين. الحاجات دي كان موجود بعضها في 2003، بس هنا الاوبشنز زي ما انت شايف اكتر بكتير جدا جدا جدا. في حاجات غريبة يعني ممكن تكون غريبة على بعض الناس ان هو عايز يعمل الصورة كده ليه، هو عايز يدي شكل ثلاثي ابعاد مع تأثير معين يحسسك بجو معين. خلاص فالتأثيرات ديت الجمالية موجودة في 2007 بعبقرية. كذلك لو انت جبت من ادراج وورد ارت، هتلاقي برضو التأثيرات بتاعت الوورد ارت كتيرة قوي اهو، هتلاقي دي الحاجات الأساسية. وبعد كده لما تخش على الوورد ارت نفسه تدخل مثلا ان انا عايز ادخل وورد ارت شكله عامل كده، ماشي، هتكتب مثلا اسمك ها وتقوم مكبر الخط شوية. ده الورد ارت كويس، وتكبره كده وتحركه كده ماشي. ممكن تعمل تأثير ثلاثي ابعاد برضو، شوف كل التأثير دي متاح، بس طبعا اكمنه هو بالاسود التأثير مش واضح. اهم حاجة بقى في الحاجات دي انك تختار اللون المناسب، هي دي الحاجات بقى بتحتاج لذوق وفن وتجربة، انك تقعد تجرب لحد ما تلاقي حاجة معينة كويسة. شوف كل الحاجات اللي انا بصعدها قدامك ديت كلها حاجات ممكن تلعب في العمق. شوف انا مخليها عميقة فممكن العب في العمق، ها ممكن اغير اتجاه الاضاءة اللي انا مأثر بيها. اي حاجة من الحاجات الفظيعة ديت ممكن تعمل لك ايه الشغل اللي انت عاوزه، ويتحرك لك الكلام وتغير لك الكلام. تعمل لك تعبئة بدرجة معينة،
تديك تأثير معين، تحسسك بأن الكلام محفور في حيطة. التأثيرات اللي هي الخيالية دي كلها موجودة، كأنك يعني شغال على برنامج من برامج المونتاج، أو برنامج من برامج الجرافيكس، أو الفوتوشوب والثري دي ماكس، البرامج اللي بتهتم قوي بالصورة وبالجماليات وبالحاجات اللي زي دي، سواء كانت صور متحركة أو سواء كانت صور ثابتة. فالأوفيس 2007 فيه الحاجات دي وبطريقة سهلة جدا وسلسة جدا. فطب ما تتفرج تشوف كده، عملنا شوية دلوقتي نص، عملنا عليه شوية مؤثرات، وبعدين صورة، وبعدين وورد ارت. دول تلات حاجات أساسية طول ما أنت شغال في البرنامج بتحتاجهم. تدرج نص وتعمل عليه شوية مؤثرات، تدرج نص يعني تكتبه، وتدرج صورة وتعمل عليها شوية مؤثرات، وتدرج وورد ارت وتعمل عليه شوية مؤثرات. الوورد ارت اللي هي الحاجات الجمالية، مثلا عنوان الكتاب، عنوان المقالة، اسمك، بياناتك، حاجات محتاجة شوية فيها شوية جماليات كده. كويس. الكلام العادي بالخط العادي، الصور هترفقها بالبتاع. فالحاجات دي حاجات أساسية في كل بقى الأوفيس موجودة معاك. خلاص بصينا بصة كمان على الموضوع ده. احنا الصفحة الأساسية استعرضنا فيها لحد هنا مثلا. طبعا ده ترتيب تنازلي وتصاعدي لو انت مرتب شوية حاجات. طبعا لو انا عايز اعمل اطار للحاجات ديت اهي، بعمل اطار من البتاع ده، الاطار بختار شكله، اذا كنت عايز اعمل الاطار من هنا، من حد ايسر بس، علوي بس، سفلي بس، اطار في كافة الاتجاهات، كافة الحدود، زي ما انا عايز. عايز ارسم جدول، عايز اعمل اي حاجة من الحاجات اللي موجودة في 2003 اللي ممكن نستعيدها بعد كده بالايه، بالتفصيل. كويس كده، مية مية. طبعا دلوقتي انا عايز اقفل البتاع ده، فلما باجي اقفل ممكن اضغط ده ضغطتين. كويس. او ممكن اقفل من هنا. كويس. لما اضغط على ده بيفتح لي بقى قائمة طويلة عريضة فيها الحاجات اللي انا ممكن اتعامل معاها في البرنامج. دي الحاجات الاساسية البرنامج بيعتمد عليها. جديد ده طبعا عشان اعمل صفحة جديدة، فتح عشان افتح ملف موجود عندي بالفعل، حفظ عشان اسيفه، ده سيف اللي هو كنترول اس، ده حفظ باسم اللي هو ايه، سيف اس. حفظ باسم بيتيح لك حاجات كتير، بيقول لك ان مستند وورد، قالب وورد، وورد 2007، وورد 97، 2003، ولا ايه بالظبط. مستند وورد يبقى احفظه بالامتداد بتاع 2007، بتاع 2007. فالبرنامج هيبقى امتداده دوت دي او سي اكس. كويس. فما فيش، ما ينفعش تاخده عند واحد صعب غير لو كان عنده 2007 برضه، يعني ما ينفعش يتفتح على جهاز غير على جهاز 2007. طب الناس اللي عندها 2003 ما ينفعش واحد عنده 2007 يودي 2003؟ قال لك طبعا لا ينفع. ازاي؟ هتحفظه بقى بالامتداد من هنا. يبقى انت هنا عشان البرنامج يفتح القديم والجديد، اذا كان 2007 او 2003، لما تسيف من مستند بالطريقه ديت يبقى هو يفتحه سواء 2007 او 2003، انما لو سيفت من فوق يبقى لازم 2007 بس. طبعا ده عشان تعمله تمبلت، طابق، قالب، وبعدين يعني قالب يعني زي ما احنا بنقول عندنا اسطمبه في العمال المصري.